ممتازه ما اختلفناش عليه، مش هنقيمه دلوقتي طبعا. ده وصول فريق النادي الاهلي لملعب استاد السلام، طبعا كل التوفيق ليهم ان شاء الله. دي مباراه تركيز موجود، كابتن سيد معوض، كابتن سيد حفيظ، رامي وربيعه، يعني كلهم موجودين النهارده، هدفهم هو الفوز في كل مباراه في الدوري الممتاز، واستغلال زي ما احنا بنتكلم كابتن سمير التعثر نادي الزمالك في بطوله الدوري حتى الان. كابتن سمير لا طبعا فرصه ان انت دلوقتي بتلعب الماتشات كلها المؤجله، وبتبدا تقرب من الناس اللي في المربع الذهبي، وبتقلل عدد النقاط الفرق عشان تنافس بقوه وتحرز بطوله الدوري رقم 40 او النسخه 40 من بطوله صحيح. الدوري. فده طبعا امر طبعا طبيعي، النادي الاهلي بيبقى فيه تركيز وفيه اصرار ان هو بيكسب كل الماتشات، حتى لو فرقه يعني متوسطه المستوى زي فرقه الرجاء، مع الاسف ان انا بقول كده، انما نتائجه بتدل على كده، نتائجه بتدل على كده، ولا لا اهداف ولا نقط من ساعه ما كان ماسك كابتن خالد القماش. كان طبعا ما كانش فيه سوء توفيق، مسك كابتن عماد المباراه